FM. الكلمة ليك. الجبهة الشعبية نجم نشوفوها في ظرف الخمسة سنوات القادمة سيريزا تونس، لأنه سيريزا جبهة راهو. أكيد. سيريزا مش حزب واحد. أكيد. أنا خلنا نكون ربما نكون واقعي برشا مع روحي. أنا الراء عندي قناعة تامة أن الجبهة في الخمسين جايين باش تكون هي على الأقل، نأكد على كلمة على الأقل، هي الطرف المحدد في أي سياسة تصير في البلاد، أقل شيء. باش ما نقولش احنا نشد الحكم و اي فوركوا با، انتم اش قاعدين تعملوا؟ انتم تتدربوا باش تشدوا الحكم، لانه حزب جبهه سيريزا كانوا عندهم اربعه بلايص هكا في البرلمان. انا باش ما نقولش راهو رانا صاي بعد 50 باش نفكوا الحكم باش نشدوا الحكم باش ننتصروا، لا لا نقول لو مينيموم اقل شيء احنا باش نكونوا محددين، وهذا مؤكد. و يعني هناك برنامج قاعدين تعملوا عليه؟ اكيد. احنا لو خذينا درس من الانتخابات التشريعيه اللي فاتت والرئاسيه، خذينا درس توضحت لنا الرؤيه، وتوا باش نبداو في بناء. احنا نستناو في الحكومه هذه توا عينت باش تبدا الخدمه الاصليه للجبهه. توا قبل نعتبروها ربما نتعلموا في داخلنا، اما توا الخدمه الصحيحه نتاع الجبهه، ونتصور ان التوانسه باش يتفاجئوا بالكثير. الكلمة ليك.